عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ مصطفى. وبك. في 3 أسئلة. اتفضل. أولا الشيخ الشعراوي كان ذكر إن في سورة سيدنا إبراهيم عليه السلام إن أبيه ليس مشركا. فده السؤال الأول، فأنت توضح الأمر ده. والسؤال الثاني في سورة الأعراف، يعني عفوا عفوا لو لغيت الاسم، اسم الشيخ فلان أو الشيخ فلان، أنت لا أنا تسأل. أبين لك حتى يتضح عن لا أن تعلم أن سؤالك، هذا ليس من عندي، هذا سؤالك كلام الشيخ فترد عليه. ألا بس أنا ما أعرفش أنه قال كده، أخشى بس إن كنا أنا سبت إليه سمعت غلط. قال هذا، أنا سمعت منه هذا. إذا كنت سمعت منه هذا فهذا كلام باطل، ووالد إبراهيم عليه السلام هو آزر كان كافرا. والد إبراهيم قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي الحديث: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، فيقول له: يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ قال: أما اليوم فلن أعصيك أبدا. فيقول: يا رب أبي الأبعد، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك، فينظر فإذا بذيخ ملتطخ بعذرته، أي أن أباه يتحول إلى ضبع ذكر ملوث بغائطه، ويؤخذ ويلقى به في النار حتى لا يعرف أهل النار أنه إبراهيم، أنه والد إبراهيم. أيضا قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الآيات. فهذا قول ضال وشارد وبعيد عن الدين وبعيد عن الكتاب والسنة. فوالد إبراهيم آزر مات على الكفر لدلالة النصوص على ذلك، وهذا بديهي ومعروف. السلام عليكم.